ولا فعاليات المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ضمن مهرجان ليالي رمضان المقام في مزدلفة. ويعرف المعرض بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم شرحا شاملا عن مناسك الحج والعمرة، كما يبرز المعرض المعاني السامية للإسلام. بعد مروره بعواصم مختلفة حول العالم، يفتح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية أبوابه للزوار في مكة المكرمة ضمن فعاليات ليالي رمضان المقامة في المشاعر المقدسة خلال أيام شهر رمضان. يشتمل المعرض الحقيقة على موضوعات متنوعة. طبعا هو المعرض من حيث المضمون أكبر وأضخم مضمون، يشتمل على أكثر من 500 مجلد من حيث المضمون، والإصدارات التي ترونها الآن هنا أكثر من 100 إصدار التي ظهرت الآن، هناك أكثر من 100 أيضا ستظهر أيضا، بحيث يجد الزائر المعلومة في الشاشة، يجدها في التطبيق، يجدها في كتاب مطبوع، يجدها على جواله، يجدها بأي طريقة يريدها. يعرف المعرض بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح مناسك الحج والعمرة من خلال تقنيات حديثة، كما يستعرض المعاني النبيلة في الإسلام مثل العدل والمحبة والتعايش عبر أقسامه المختلفة. يقدم الأسلوب الجميل على الإسلام، أنه دين رسالة الرحمة والسلام والمحبة والتسامح والتعايش والأخوة، أنه يقدم الأسلوب الأرقى في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وكريم صفاته وشمائله. هنا كم هائل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يفتح المعرض أبوابه للزوار من 9:30 مساء وحتى 2:30 صباحا، وهو معرض ضمن سلسلة من المعارض التي تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي.